الناس برضه عشان تكون عارفة إن شاء الله، النهاردة هنشتغل على تاب ريفرنس وتاب ميلينج، أهم تابين في البرنامج. تمام، أهميتهم في أهميتهم اللي هو الناس اللي بتستعمل كتير اللي هو الأبحاث العلمية، الناس اللي بتشتغل في الأبحاث العلمية هيستفادوا جدا من التابين دول. تمام، لو في وقت هناخد ريفيو وفيو. هو أربع تابات مش كتيرة، يعني الأربع تابات نفسها الأوامر كلها يعتبر شبه بعض، مفهومش أي حاجة. بعد كده إن شاء الله بعد ما نخلص التابات دي، في محاضرة قادمة هيكون في ورشة كاملة، أو بمعنى صح هيكون في محاضرة كاملة عن حاجة اسمها كتابة التقارير الفنية بواسطة برنامج مايكروسوفت وورد. بالنسبة للمحاضرة الكاملة دي ممكن يعني نمدها تبقى محاضرتين. تمام، هنعمل ايه فيهم؟ هنكتب فيهم تقارير فنية عامة، كل أنواع التقارير الفنية باستعمال برنامج مايكروسوفت وورد. هنتعلم ازاي نكتب بحث علمي صحيح، هنتعلم ازاي اجيب مصادر والمواقع اللي انا بستعملها في كتابة المصادر، وازاي ابحث بطريقة صحيحة عن المصادر دي. تمام، لا هو الصوت واصل للناس ولا لا؟ الصوت واصل للناس؟ الصوت مناسب؟ تمام تمام هناخد بعد كده مع بعض ان شاء الله، او قبل ده ممكن ناخد اللي هو زي ما قلنا، زي ما اتفقنا ان احنا تصميم اغلفه كتب، تصميم كارت شخصي، تصميم بانر، تصميم فلاير، بروشور، حاجه انفو جرافيك، كل التصميمات دي ان شاء الله هناخدها. وزي ما قلنا هناخد يعني محاضره ومحاضرتين كاملين في كتابه التقارير الفنيه، لو احتاجنا اكتر هناخد برضو مفيش مشكله. فيعني الناس تستعد اللي جاي ان شاء الله، وباذن الله بعد ما نخلص، بعد ما نخلص البرنامج الوورد بكل التطبيقات بتاعته والشرح بتاعه، ان شاء الله باذن الله هنحل الامتحانات الدوليه مع بعض، هنحل الامتحانات الدوليه مع بعض اللي هو الاي سي دي ال والاي سي 3. هنحل الامتحان الدولي للاي سي دي ال والامتحان الدولي للاي سي 3. دي بداية كده اللي هنكون نمشي بيه الفترة الجاية. تمام، قلنا اللي هنبتدي نمشي بيه الفترة الجاية، أول حاجة هيبقى في محاضرة أو اتنين إن شاء الله عن كتابة التقارير الفنية وكتابة الأبحاث العلمية وإزاي أكتبها بطريقة صحيحة وسليمة. برضو هيبقى في محاضرة مثلا عن المراسلات، دمج المراسلات وإزاي أستعملها، اللي هو هناخدها النهاردة يعتبر في الميلينج. تمام، هناخد برضو ازاي نصمم زي ما قلنا كروت شخصيه وبانر وفلاير وبروشور وغلاف كتاب، ازاي اعمل برضو سيره ذاتيه، الفرق ما بين السي في وبين الريزيوم هنعرفه برضو في التقارير الفنيه. باذن الله هناخدهم الفتره الجايه، بس الناس تفضل متابعه. بجانب ان احنا هنحل الامتحانات الدوليه بتاعت الاي سي دي ال والاي سي 3 لبرنامج الوورد. فاحنا هنخلص برنامج الوورد بكل حاجه تخصه، سواء من امتحانات او تطبيقات، وبعد كده هنخش على البرنامج اللي بعده اللي هو الباور بوينت. فالناس تتابع، لان يعتبر اللي جاي يعني اللي جاي ده اهم بكتير من اللي فات، فالناس تركز معايا في اللي جاي. فان شاء الله نبدا كده في محاضره اليوم. بدايه كده في بعض الفنيات حابين ناخدها في الاول. ايه هي الفنيات اللي هناخدها في الاول؟ جيت مثلا دخلت على جوجل كروم، رحت كتبت مثلا تبريد تكييف، جيت اخدت مثلا النص ده زي ما هو كده، عملت له كوبي، رحت على المستند، اخترت بيست، او ادوس كليك يمين على المستند، ظهر لي فيه حاجه اسمها البيست اوبشن، البيست اوبشن اعدادات البيست. ظهر عندي ثلاث خيارات. اول خيار بيقول لي كيب سورس فورماتنج، يعني يحفظ لي المصدر زي ما هو كده، اهو المصدر يحفظه لي زي ما هو بحجم الخط وبالتنسيقات وكل حاجه، ولا
ميرج فورماتنج، يعمل لي توسيط ليه، صغر لي الحجم بتاعه زي كده اهو. ولا في حاجه اسمها الكيب تكست اونلي، يعني يحفظ لي النص فقط، بمعنى النص ده لو كان عليه تنسيقات او اي حاجه ما احفظهاش. فانا اقول له لا، انا عايز تحفظه لي ككيب سورس فورماتنج، احفظه ك مصدر بالتنسيق بتاعه بنفس كل حاجه. تمام، دي برضو فنية من الفنيات، عشان في حد بيجي على طول اعمل له ايه، اختار اي اختيار وخلاص، ما يعرفوش ايه معنى الاختيارات دي. ممكن مثلا اجيب حاجة من الانترنت اروح ادوس على اي حاجة وخلاص، دوست مثلا هنا اهو، جيت دوست هنا، فانا بدوس ما اعرفش ايه معنى الاختيارات دي، او ايه معنى الحاجات اللي انا اللي عامل لها بيست. فدي لازم اكون عارفها، بجانب ان انا لو جيت مثلا ادرجت صوره، ادرجت اي حاجه عن بنفس الوسيله، لازم اكون عارف الفرق ما بين الثلاث حاجات دي. تمام، برضو لو دوسنا كليك يمين ظهرت عندي حاجه اسمها سيرش، اللي هو بحث، بيعمل لي بحث يعني انترنت مثلا، يعني شوف انا عايز ابحث عن ايه، مثلا تبريد تكييف كمثال، دوست انتر، بعد ايه عمل لي بحث، بس لازم اكون متصل بالانترنت اهو، ده اللي ظهر معايا. حلو كده، في تاب لي اوت، قلنا احنا مثلا لو جينا كتبنا نص زي كده، دوست انتر، رحت جيت مثلا هنا اخترت اللي هو كولوم واخترت تو، حلو كده، جيت هنا ودوست انتر، هتلاقيه بينزل لي تحت، فانا مش عايز انزل سطر لتحت، انا عايز يوديني على العمود الثاني على طول، بختار حاجه اسمها بريكس، بعد كده اختار كولوم، بختار كولوم، هتلاقي المؤشر بتاع الماوس راح لي تلقائي على طول على العمود الثاني، من بريكس اختار حاجه اسمها كولوم، من بريكس اختار حاجه اسمها كولوم. تمام، وزي ما قلنا انا لو شغال بكتب كاعمده وعايز بعد كده ارجع تاني كعمود واحد بس، فانزل اهو، بخلي المؤشر في النهايه كده نهايه العمود، بروح حاجة اسمها كولوم، بعد كده مور كولوم، بختار هنا 1، ومن الابلاي تو هختار حاجة اسمها this point forward، دوست اوكي، فهتلاقي تلقائي المسطرة فوق بقت كعمود واحد او كصف واحد. اخر نقطة اللي هي ايه بالظبط؟ اللي هي بتاعت الأعمدة. تمام، أنا جيت مثلا إذا عملت عمودين، فجيت هنا بالمؤشر خلاص أنا خلصت الكتابة في العمود الأول ده، وعايز أروح على العمود الثاني بدون ما أدوس إنتر وأنزل لتحت والكلام ده، بروح على حاجة اسمها بريكس من قائمة لي أوت أو بيج لي أوت اللي معاه 2010، قائمة بريكس، بختار حاجة اسمها كولوم، هتلاقي المؤشر تلقائي راح لي للعمود الثاني، هتلاقي المؤشر راح للعمود الثاني. تمام كده، تمام، المؤشر راح معايا للعمود الثاني. جيت بعد كده مثلا انا خلصت، تمام، انا كده انا خلاص كتبت الاعمده وعايز اعمل ايه،
انا عايز، لا خلاص انا مش عايز اكتب عمود تاني ولا اي حاجه، انا عايز اكتب سطر كامل زي اللي تحت ديه زي ده. فاعمل ايه؟ فلو جيت قعدت اكتب نزلت هينزل لي برضه كاعمده، فلا انا مش عايزه كاعمده. بروح على حاجه اسمها كولوم، بختار مور كولوم في البرست هنا، بختار حاجه بختار 1 1 معناها ان خليها لي كسطر واحد او كعمود واحد. تمام، في حاجه اسمها ابلاي تو يعني تطبيق على، بفتحها واختار حاجه اسمها ذس بوينت فورورد. ذس بوينت فورورد هتلاقي في البريفيو هنا عمل لك كلها كانها سطر واحد، دوست اوكي فهتلاقيه نزل لي بالمؤشر لتحت هنا. لو بصينا على المسطره فوق هتلاقي المسطره كلها واحد، مفيش بينها فواصل. لو جيت وقفت هنا هتلاقي في النص فيه حاجه مظلله كده باللون الرصاصي، معناه ان هو انت عامل ادي عمود وادي التاني كده، انت معناه ان انت عامل عمودين. تمام، ودي بالنسبه للفنيات اللي كانت في المحاضره، بعض الفنيات اهي. موقف عند السطور كم بنعد. جيت مثلا هنا في البريكس لو اللي انت تقصده، بعمل كونتنت بيعدل لي. انا عايز مثلا سوي رنت جيت هنا مثلا في اللاين نمبرنج اخترت كونتنت فبيعدل لي السطور. انت عايز تكمل في دول بدون عد اهو. ثواني، طيب هو المسطره تظهر من قائمه فيو، قائمه فيو هتلاقي في حاجه اسمها رول يتعلم عليها علامه صح. انت بالنسبه للعد تقصد اللي هو البيج نمبر، ترقيم الصفحات من تحت، تقصد ترقيم الصفحات ولا ايه القصد؟ ترقيم الصفحات. استاذ محمد القصد ترقيم الصفحات ولا القصد ايه؟ ترقيم السطور. بص هي ملهاش لازمه يعني، هي مش هتفيدك في حاجه، هي الفكره نفسها هنعرف احنا ازاي نعد السطور برضو من قائمه تانية هناخدها. تمام، لو سمحت يا باشمهندس اتفضل. انا مثلا في التاسك اللي فات عملت سطور لغايه 240 مثلا، وعايزك ما عدش بعد كده، كل ما بدي انتر وابدا اكتب كتابه عاديه بيعد لي برضو رغم كده. انا عايز اوقف معلش العد. سؤالك تاني عشان سمعتك. يعني انا عندي اول 3 صفحات عملت فيهم عد للسطور، تمام، وانا عايز فعلا يبقى في عد في السطور، عايز الصفحه الرابعه او بعد العد ده اكتب بدون عدد، بدون ما يعد معايا، بيعد اوتوماتيك شغال معايا مش راضي يوقف. تمام فهمتك. بص كده لو دوسنا على اللاين نمبر في حاجه اسمها ريستارت ايتش سيكشن او ريستارت ايتش بيج. يعني لو مثلا كمثال انا عملت جيت كده عندي مفروض كذا صفحة، تمام، وجبت هنا عندي 9 صفحات، اخترت مثلا ريستارت ايتش بيج في كل صفحه بيعمل لي الترقيم لوحده. طب لو جربت مثلا ريستارت ايتش سيكشن، يعني معناها كل مستند بيعمل لي ترقيم لوحده. نفس كونتنت اخترت مثلا
subrace for current paragraph على الباراجراف بس، يعني معناه ان هو يعمل له كل حاجه ما عدا الباراجراف الاولاني ده اللي انا واقف عنده. فرضا انت بتقول لي عايز تبدا الترقيم، عملت الترقيم في الصفحه الاولى والثانيه والثالثه وعايز توقف من بدايه الرابعه، حلو كده. فانا هنا اخترت كونتين، فانا عامل لي ترقيم، هنا عامل لي ترقيم، هنا ترقيم، عايز اوقف من بدايه دي. تظهر المسطره من قائمه فيو، من قائمه فيو تختار اللي هو شو، بتعلم علامه الصح على المسطره الرول. تمام، هنكمل زي ما احنا كده اهو في قائمه layout line numbers line number option، ظهرت عندي قائمه زي دي، حلو كده. السكشن ستارت طيب، عشان وقت بس السيشن هشوفها لك، ولو كده هبعت لك، هبعت لكم الحل ان شاء الله، او اشرح مع بدايه المحاضره الجايه. شكرا لك يا ان هي ملهاش حل. شكرا لك يا باشمهندس. هي اولا ملهاش افاده، يعني مش هتفيدني في حاجه. الحاجه الثانيه هي ملهاش حل. فتحنا الاوبشن الاعدادات كلها عشان اوصل ليها، مفيش اي اختيار مدهوني ان انا ممكن اوقف في العد من الصفحه رقم 4. احاول اوصل له، ولو وصلت له هبعت لكم الحل بتاعه. تمام، هنبدا النهارده في قائمه ريفرنس. تمام، جيت انا اطرش حاجه زي كده، رحت حطيت عنوان مثلا، كتبت مثلا وورد، ده كده عنوان، حلو كده. اقعد مثلا اكبر واصغر فيه زي ما انا عايز العنوان ده اهو. شايفين المسافه دي اللي ما بين الرقم وما بين الكلمه، بدوس كليك يمين، بختار حاجه اسمها adjust list indent، بعد كده باجي على الفولو نمبر ويز، بختار حاجه اسمها سبيس، دوست اوكي، فهو ظبط لي مسافه. جيت مثلا عند الفقره الثانيه، اخترت مثلا باوربوينت، كنا فاكرين لو الناس تفتكر، انا لو عايز اعمل نفس التنسيق اللي هنا بروح على حاجه اسمها فورمات بنتر، بروح على الحاجه اللي عايز انسخ عليها التنسيق وادوس عليها، عمل لي نفس التنسيق بتاعي. تمام، جيت مثلا من الفقرة الثالثة كمثال، أنا لحد الآن بكتب أمثلة، كتبت مثلا إكسل، جيت حددت ده وعملت فورمات بنتر، جيت على الإكسل واخترت فورمات بنتر، تمام. اخترت مثلا هنا رقم 4 اكسس، عايز اعمل نفس التنسيق اللي فوق، قلنا من فورمات بنتر واخترت اكسس، جينا على الرقم نفسه اهو، اخترت فورمات بنتر وعملت
اكسس. كده انا عملت وورد مثلا باور اكسل اكسس وهكذا. انا مش عايز الباقي ده كله، امسح كل ده. تمام اهو انا مسحت كل ده. انا كده عملت عناوين. جيت تحت الوورد كتبت مثلا رقم واحد، كتبت مثلا برنامج كتابة نصوص، اتنين برنامج تصميم، رقم واحد كتابة النصوص، رقم اتنين تصميم أغلفة، رقم تلاتة تصميم انفوجرافيك، رقم أربعة تصميم بانر، وهكذا. برضه نفس الكلام في الباور والكلام ده في الاكسل والاكسس. لو جينا على قائمة الريفرنس في حاجة هنا اسمها اد تكست من تيبل اوف كونتنت، في حاجة اسمها اد تكست اللي هو اضافة تكست، اضافة نص، اضافة نص، اد تكست. لو دوست عليها هتظهر معايا حاجة اسمها ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث. المستوى الأول اللي هو عنوان رئيسي، العنوان الرئيسي، العنوان الرئيسي. ليفل 2 اللي هو العنوان الفرعي، العنوان الفرعي. ليفل 3 اللي هو العنوان الفرعي من العنوان الفرعي اللي في ليفل 2. يعني رقم واحد عنوان رئيسي مندرج تحته كذا عناوين تانية، في العناوين دي اسمها عناوين فرعية. العناوين الفرعية دي كل عنوان فرعي مندرج تحته عناوين تانية، تمام، اسمها عناوين فرعية من العنوان الفرعي. الورد ده عنوان رئيسي، حددت عليه ودست على Add Text، اخترت ليفل 1. شايفين ظهرت علامة زي المثلث كده في الجنب، معناها ان انا ضفت له ليفل. جينا على كتابة النصوص، اخترت مثلا ليفل 2، أغلفة ليفل 2، انفوجرافيك خليها مثلا ليفل 3، البانر ليفل 3. فهو كده مثلا أنا عامل إن كتابة النصوص وتصميم الأغلفة عناوين فرعية من برنامج الوورد، أما تصميم الإنفوجرافيك وتصميم البانر دي عناوين فرعية من تصميم الأغلفة، عناوين فرعية من تصميم الأغلفة. جيت في الباوربوينت اخترت ليفل 1، إكسل ليفل 1، أكسس ليفل 1. كده أنا اخترت الليفلات اللي عندي. لو رحت على حاجة اسمها Table of Content اللي هو جدول المحتويات، دوست عليه ظهر عندي محتويات أو أشكال للجدول ده كذا شكل. لو مش عاجبني أي شكل من دول في حاجة اسمها المور Table of Content. أنا ما عنديش حاجات أونلاين، لازم أكون متصل بالإنترنت. لو مثلا عملت Table of Content وعايز أعمل له ريموف من هنا، ريموف Table of Content. لو مش عاجبني الشكل ده عايز انسقه على حسب ما انا عايز من custom table of content، لو دوست عليه ظهرت عندي القائمة دي. تمام، ادي البرنت بريفيو وهنا الويب بريفيو. هنا مثلا انا عايزه show page number، يعرض لي ارقام زي كده من ناحية اليسار. مش شايفين الارقام معروضة اهي؟ الارقام معروضة ولا مش عايز؟ لو شلت علامة الصح كده شل لي العرض بتاع الارقام، اقول له لا انا عايز اعرضها.
طب الارقام انت عايز تعرضها ناحيه اليسار ولا جنبها على طول؟ لا انا عايزها ناحيه اليسار كده بحيث ان هي التنسيق نفسه يكون مظبوط. طيب التاب ليدر اللي هو عارفين النقط دي ما بين الرقم والاسم، اهي ممكن اختار دي، شايفين في البريفيو ممكن اختار ده خط كده. الجنرال بالنسبه للعام ممكن اختار اشكال اهي مختلفه، كلاسيك دي كلها اشكال، انا اخليها مثلا الطبيعي بتاعنا. الشو ليفل معناه ان هو يعرض لك الثلاث ليفلات ولا لا؟ انا عايز اخليه اثنين، اهو كده بيعرض لي اثنين. لا انا عايز اخليه واحد، لا خليه ثلاثة أربعة خمسة وهكذا. لا انا هعرض الثلاثة، ادوست اوبشن برضو هيظهر لي اوبشنات تانية هنا، دي هناخدها في السيتيشن ونرجع لها تاني برضو. موديفاي توبيك نفس الكلام هنا اهو، نماذج مختلفة. تمام دوست مثلا اوكي، بس هتلاقيه ان هو مش عرض لي مظبوط لان انا اصلا كنت واقف عند الاكسس. فلا انا اروح في الصفحة فاضية نفسها، ادي صفحة فاضية صفحة فارغة خالص، واروح على تيبل اوف كونتنت واختار اللي انا عايزه اهو. فده ظهر لي كتيبل اوف كونتنت. تمام الوورد، ادي الوورد شايفينه جاي على اول الصفحه بتاعت التيبل اوف كونتنت. تمام جايب لك كتابه النصوص، كتابة النصوص جايبها لك اهي، تحتها الغلاف ده ليفل 1 ده ليفل 2 ده ليفل 2. الانفوجرافيك جايبها لك بمحاذاة ابعد شوية، يقصد بان هو ده ليفل 3. البانر نفس الكلام ليفل 3. بعد كده العنوان الرئيسي اللي هو الباوربوينت، وادي الاكسل وادي الاكسس. تمام فرضا ظهر معايا عنوان تاني غير الاكسس، يعني كمثال مثلا كمثال ظهر معايا رقم 5 مثلا اوتلوك. تمام بس لما جيت عند التيبل هنلاقيه ما ضافش الاوتلوك. لو وقفت على التيبل اوف كونتنت في حاجه اسمها الابديت تيبل، لو عايز اعمل تحديث للجدول ممكن اعملها ثاني عن طريق برضو الريفرنس، بختار حاجه اسمها ابديت تيبل. ظهرت عندي قائمه صغيره زي دي كده، تمام بيقول لي ابديت بيج نمبر، يعني انت عايز تعمل تحديث لارقام الصفحات بس ولا عايز تعمل تحديث للجدول كله؟ اقول لا انا عايز اعمل تحديث للجدول كله، دوست اوكي فاضاف لي الاوتلوك. يعني برضو هنفهمها اكتر لما اجي نكتب بحث علمي او الكلام ده. احنا زي ما قلنا الليفل 1 اللي هو عنوان رئيسي، ليفل 2 اللي هو عنوان فرعي من العنوان الرئيسي، ليفل 3 عنوان فرعي من العنوان الفرعي اللي قبله. ممكن نعملها تاني عن طريق برضو هنا الستايلز في قائمه هوم، هيدنج 1 اللي هو ليفل 1، هيدنج 2 اللي هو ليفل 2. تمام قلنا الشكل نفسه بتاع التيبل كونتنت انا اللي بختاره. اهو شايفين اللي ظهر ايه،
من هنا هتلاقي فيه زي كتاب كده، بدوس عليه اختار الشكل المناسب ليا، اخترت ده مش عاجبني بروح على ريموف اهو التيبل، عايز اعزفه اصلا. تمام، قبل ما اكمل في حاجه مش مفهومه في التيبل اوف كونتنت اللي هو جدول المحتويات اللي هو الفهرس، بمعنى اصح الفهرس فهرس الكتاب. في حاجة مش مفهومة في جدول المحتويات، طيب نكمل. في حاجة اسمها الفوت نوت، الفوت نوت انسرت فوت نوت واند نوت. فوت نوت اللي هي معنى الكلمة، يعني مثلا انا جيت عند كلمة كفر بيش حددتها كده ودوست على كلمة insert footnote، شايفين جاب لي المؤشر بتاع السهم فين مع نهاية الصفحة. معنى كده ان انا اعمل تعريف على كلمة cover page، عرف كلمة cover page، هقول له والله هي عبارة عن غلاف للكتاب. هتلاقي هنا لو وقفت عليه هتلاقي فيه رقم واحد، وقفت عليه شوية هيجيب لك التعريف اللي انت معرفه. دي معنى الاند الفوت نوت. جيت مثلا على الوورد هنا واخترت الفوت نوت، اجل هو رقم اتنين هو برنامج تحرير للنصوص. فرضا فرضا هاخد حاجة تالتة، هاخد مثلا تكست بوكس، اخترت الفوت نوت خاص بمربع، بكتابة مربع، بكتابة نص. تمام، لو وقفت على رقم واحد هيجيب لي التعريف اهو. جيت وقفت على رقم ثلاثة جاب لي التعريف بتاعها. فانا جيت هنا وقفت، في حاجة اسمها نيكست فوت نوت، لو دوست على نيكست هيروح لي لرقم اتنين، هدوس نيكست تاني هيروح لي على رقم ثلاثة اهو، هدوس بريفيوس هيرجع لي على رقم اتنين، بريفيوس تاني هرجع لي على رقم واحد. يعني نيكست معناه ان هو بيروح للفوت نوت التانية، هدوس نيكست تاني هيروح لي على الفوت نوت التالتة وهكذا، اما بريفيوس بيرجع لي للسابق تاني. اما بالنسبة للاند نوت، الاند نوت هي هي الفوت نوت هي هي، بس الاختلاف الوحيد ما بينهم ان الفوت نوت بيكون في نهاية الصفحة، نهاية الصفحة، لكن الاند نوت بيكون مع نهاية المستند، بيكون في نهاية المستند، في نهاية المستند. يعني مثلا جرافيكس واخترت اند نوت، شايفين جالي فين؟ جالي في نهاية المستند خالص تحت، ده الاختلاف ما بينهم. ونفس كل حاجة، نفس التعريفات ونفس كل حاجة، بس الفكرة ان هو في الفوت نوت بيجيب لي تعريف مع نهاية الصفحة، اما الاند نوت بيجيبها لي مع نهاية مستند. لو دوست على العلامة دي هتظهر عندي قائمة زي دي، قائمة اسمها الفوت نوت اند الاند نوت، بيقول لي انت عايز الفوت نوت فين، في البوتم ولا تحت النص على طول؟ اقول له مثلا البوتم. طيب بالنسبة للفوت نوت عايزه كنص واحد ولا عايزه كاتنين كولوم؟ لو دوست ابلاي لو عمله لي كاعمدة، كشكل اعمدة، لا انا مش عايزه كشكل اعمدة ولا عايزه تلات اعمدة، لا انا عايزه ماتش سيكشن لي اوت كسيكشن واحد. عايز انت بالنسبة لل اند الفوت نوت يعملها لك كارقام واحد اتنين تلاتة ولا
ولا اي بي سي ولا ايه، انا اخترت مثلا دوست ابلاي. شايفين اللي حصل؟ هقول له لا انا عايزها مثلا 1 2 3. طيب لو مش عايز ارقام، عايز مثلا رموز من هنا من الكاستمر، اختار حاجه اسمها السمبل، دوست عليه. اختار اي رمز عندي، مثلا اخترت الرمز ده ودوست اوكي، دوست ابلاي. بس في نفس الوقت هنا انا مش عايزه كارقام، هذا المستند، فيعمل لي الترقيم نفسه بتاع الفوت نوت، يعمل لي كل صفحه لوحده من الستارت اتش بيج، ولا يعمل لي كل مستند لوحده، ولا بيستمر عادي مع بعض. اختار برضو المناسب ليا. طب انت عايز تطبق الفوت نوت ده على ايه؟ على المستند. هو مفيش غير اختيار واحد بس اللي هو الوول دوكمنت. لو دوست على حاجه اسمها كونفيرت، كونفيرت ان انا اول حاجه كونفيرت اول فوت نوت، يعني احول الفوت نوت اللي عندي اخليها اند نوت، ولا احول الاند نوت لفوت نوت، ولا سواب فوت نوت اند اند نوت. السواب معناه ان هو يعكس لي اللي انا كاتبه، اللي انا كاتبه في الفوت نوت خليه لي كله اند نوت، او اللي انا كاتبه في الاند نوت اخليه كله في الفوت نوت. اما بالنسبه للكونفيرت معناها ان كل الفوت نوت اللي عندي في المستند كلها تتقلب لاند نوت، او لو عندي كله اند نوت عايز اقلبه لفوت نوت. تمام ماشي. يبقى هنا الاختلاف ان انا لو المستند كله عندي فوت نوت عايز اقلبه لاند نوت، بروح على كونفيرت هنا وبختاره. لو عايز اعمل العكس اقلب الاند نوت لفوت نوت. تمام. لكن لو المستند عندي في فوت نوت وفي اند نوت اعكس ما بينهم، اخلي الفوت نوت هو اند نوت واخلي الاند نوت هو الفوت نوت. ده بالنسبه زي ما قلنا الارقام اهي 1 2 3 مثلا. الكاستم اخترت مثلا رمز معين زي الات، دوست ابلاي. اه جابه لك كانسر. انا كل ده بلعب في ال، انا اخترت الاند نوت. حلو كده. الاند نوت برضه نفس الاختيارات، نفس الاختيارات اللي عندي. اختار رمز معين مثلا، انا عايزه يبدا من اي، ولا عايزه يبدا من فين بالظبط؟ ستارت ات اللي هو يبدا من فين، اهو انا بتحكم فيه. دوست انسرت اهو. برضه مثلا عايز اعمله كرموز من السيمبل، انا بختار الرمز اللي انا عايزه. تمام. ده بالنسبه للتيبل اوف كونتنت والفوت نوت. في حاجه اسمها السيرش اللي احنا قلنا لو عايزين نبحث على حاجه عن طريق الانترنت، اهو ببحث من هنا من السيرش. تمام. جيت انا هنا في النهاية خالص، في حاجة اسمها citation and bibliography. اول حاجة عايزين نعرف هو ايه الفرق ما بين الريفرنس والبيبلوغرافي. الفرق هو بسيط، هو الريفرنس برضه نفس البيبلوجرافي، بس الفكره ان البيبلوجرافي بيكون مفصل اكتر من الريفرنس. هناخد مثال وهنعرف ازاي نفرق ما بينهم. لو دوست على حاجه اسمها insert citation ادراج اقتباس، ودوست على add new source، هتظهر عندي القائمه دي، هتظهر عندي القائمه دي. تمام. القائمه اللي ظهرت عندي دي في حاجه اسمها type of source اللي هو مصدر، نوع المصدر. بختار من هنا لو انا عايز اعمل مثلا ريفرنس مرجع عايز اعمله لكتاب، ولا عايز اعمله لجورنال،
صحيفة، ولا عايز اعمله روبرت تقرير، ولا عايز اعمله لمصدر كهربائي. كل ما اغير في المصادر بيغير لي في الاختيارات اللي من تحت، ولا عايزه كفيلم، ولا عايزه كايه بالظبط. انا اختار كبوك. كبوك ظهرت عندي ناحية اليمين في حاجة اسمها اللانجوج، اللغة، معناها الكتابة اللي انا اكتبها داخل المصدر، عايزها باللغة العربية ولا الانجليزية، ولا عايزها مثلا تلقائي، تلقائي او ديفولت، اللي هي مثلا على حسب طريقة كتابة الكيبورد، يعني كتبت بالعربي يكتب لك عربي، كتبت بالانجليزي يكتب لي انجليزي. في حاجة اسمها الاسر، اسر اللي هو المؤلف، مؤلف الكتاب، مؤلف في الكتاب. بكتب مؤلف الكتاب هنا مثلا، اخترت محمد رمضان، ايا كان المؤلف اللي انا اختاره. في حاجة اسمها edit، لو عايز اكتب مثلا last name والfirst name والmiddle name وهكذا، يعني مثلا الفيرست محمد، last محمود، الميدل بوست اد. شايفين اللي ظهر لي؟ تمام. هاجي بعد كده الحاجة اسمها التايتل، عنوان، عنوان الكتاب. اكتب العنوان بتاع الكتاب. تمام. بعد عنوان الكتاب في حاجة اسمها الير، الير اللي هو السنة، سنة النشر، انت نشرت الكتاب سنة كام؟ مثلا 2021. بعد كده في حاجة اسمها السيتي، اللي هو المدينة، المدينة اللي انت نشرت فيها الكتاب، كمثال مثلا أسوان، ايجيبت. الببرشر اللي هو الناشر، دار النشر اللي انت طبعت من عندها الكتاب، او اللي ساعدك على نشر الكتاب ده، دار النشر. انت نشرت الكتاب ده فين؟ مثلا مكتبة اسمها يونيفرستي سيتي لاب، دي دار النشر اللي هي نشرت لي الكتاب. فلو دوست اوكي، شايفين اللي ظهر لي؟ ظهر لي اللي هو الاسم وسنة النشر. هو هنا مش عامل لي تفصيل، هو هنا مش مفصل الريفرنس. لو جيت تاني على insert citation هتلاقيه كتب لي الريفرنس هنا تلقائيا، لو دوست عليها هيظهره لي تاني، فلو دوست على عليه تلاقيه عمله لي تاني. فاقول له لا، انا مش عايز ده، انا عايز المصدر اللي عندي. طب اخترت ايا كان الاسم اهو، تمام، التايتل عنوان مثلا ميب كورسز اللي هي سنة 2021، السيتي اسوان ايجيبت، الببرشر زي ما قلنا اليونيفرسيتي لاب، ده الريفرنس. لو عايز اضيف حاجات زياده، او عايز انا الريفرنس ده المرجع ده يكتبه لي بتوسع، في حاجه اسمها شو اول بيبلوجرافي فيلز، اللي هو يعرض لك كل حقول البيبلوجرافي. دوست عليها ادي كلها اهي، مفصل لك الريفرنس، عامل كل الخانات دي مفصل لك الريفرنس بالتفصيل. يعني هنا الستيت اللي هو المدينة او الدولة، هنا الدولة، الكانتري نفس الكلام، الاديتور اللي هو المحرر، الفوليوم اللي هو حجم الكتاب مثلا، النمبر اوف فوليوم، اللي هو المترجم، عنوان قصير، الارقام الاساسية، البيج، الصفحات، اديشن، النسخة بتاعت الاصدار كام، لو عليها اي تعليق، مثلا الير والسنة والمانس والدي، دي كلها مفصل بالتفصيل الريفرنس اللي انا عايزه. تمام،
ده الفرق ما بين الريفرنس و البيبلوجرافي. دوست، لو دوست هنا مانج سورس فظهرت معايا القائمة دي، عندي مصادر عايز ابحث عنها من سيرش، ابحث عن المصدر اللي انا عايزه. لو دوست مثلا انا عايز ابحث عن توفيق، اهو ده المصادر اللي ظهرت لي. انت عايز ترتب المصادر دي بواسطة ايه، التاج ولا التايتل ولا الهير ولا الاسر؟ خلي الاسر. في حاجة اسمها عندنا الماستر ليست والكرنت ليست. الماستر ليست اللي هي القائمة الاساسية، ان انا لو فتحت، لو عملتها وفتحت برنامج الوورد هتكون موجودة زي ما هي، مش هتتغير. لكن لو دست عليها ورحت دست على حاجة اسمها كابي هتروح لي في الكرنت ليست، معناها ان انا لو فتحت البرنامج مش هلاقيها، اللي هي القائمة الحالية في المستند اللي انا شغال فيه. لو جيت وقفت هنا عند توفيق احمد الحكيم فجايل لي السيتيشن توفيق 2010 اللي هو ده الريفرنس. في جيت تحت البيبلوجرافي انتري كاتب لك بالتفصيل هو احمد خالد توفيق 2010 الانتصار الحقيقي الاسكندريه مكتبه الاسكندريه، يعني اسمه والسنه بتاعت النشر واسم الكتاب والمدينه ودار النشر. اما بالنسبه للسيتيشن اللي هو الريفرنس العادي عامل لك بس اسمه وسنه النشر. زي ما قلنا هنا الماستر ليست لو تبقى موجودة أساسي في البرنامج نفسه، لو أنا قفلت المستند وفتحته تاني هلاقيها موجودة، أما اللي في الكرنت ليست هتبقى موجودة في المستند اللي أنا شغال فيه بس. لو دوست إيديت مثلا هنا ممكن أعدل فيها زي ما أنا عايز، أكتب العنوان أهو، أكتب السنة وأعدل فيها زي ما أنا عايز. لكن لو دوست ديليت معناها أنا عايز أحذفها خالص. نيو لو عايز أعمل مصدر جديد أهو، كوبي لو عايز أعمل لها نسخ اوديها هناك، او لو دوست عليها هنا وعايز اوديها الناحية التانية. تمام. الستايل اللي هو نوع الخط نفسه، نوع الخط ادي ده الستايل، اقعد اختار اهو، دي كلها انواع خطوط، شايفين اللي بيظهر لي. طيب بس اكمل، واللي معاه اي مشاكل في التاسكات هقول له عليها بس في نهايه المحاضره. هو بس في غلطه فعلا في التاسك رقم 5 اللي هو المستند كله اصلا عمودي، المفروض تعمله افقي. تمام. نيجي نكمل، نيجي عند البيبلوجرافي، شايفين شكل البيبلوجرافي. لو اخترت دي فبيفصل لي بالتفصيل البيبلوجرافي، يعني قال لك مثلا الاسم، اسم الكتاب، اسم الناشر واسم الكتاب والمدينة ودار النشر وسنة النشر، ده اسمه البيبلوجرافي. اما الريفرنس بيكون مثلا كاتب لك على الاقل اسم الكاتب، كاتب لك مثلا اسم الكتاب والسنة بتاعته او مثلا السنة بس. فدي الفرق ما بين الريفرنس والبيبلوجرافي. تمام. هنوقف 5 دقايق لحد هنا في التيبل اوف كونتين وفي الفوت نوت والريسيرش والسيتيشن والبيبلوجرافي. في حاجة مش مفهومة، هناخد تطبيق على فكرة على كل اللي احنا بناخده النهاردة، مجرد ان احنا النهاردة بنشرح تبادل. هناخد تطبيق ازاي؟ زي ما قلنا في اللي هو السيشن الكامل اللي هناخده على التقارير الفنية، هناخد سيشن كامل عن التقارير الفنية هنشرح التابة دي تاني. انا برضو بشرحها لك دلوقتي بالتفصيل علشان برضو في ورشة التقارير الفنية هشرحها لك تاني برضو على كتاب جاهز. لحد الآن لو في أي مشاكل مع الناس يا ريت الناس تقول. لحد الآن في أي مشكلة؟ لحد الآن في أي مشاكل؟ الجزء الأول اللي هو إيه بالظبط؟ الجزء الاول اللي هو ايه بالظبط؟ او انت حضرت لحد فين؟ او بدايه من فين؟ زي ما قلنا احنا التيبل اوف كونتنت اللي هو الفهرس وازاي نعمله، قلنا الفوت نوت اللي هو بيبقى تعريف لكلمه معينه بس، الفوت نوت بيكون في نهايه الصفحه، اما الاند نوت بيكون في نهايه المستند. السيتيشن قلنا عرفنا منها اللي هي الريفرنس والبيبلوجرافي وعرفنا الفرق ما بينهم.
ماشي، هذه انا قفلت ال... تمام. التيبل اوف كونتين لو دوست عليه هيديني اشكال كثيره للجدول المحتويات او الفهرس، بس انا مثلا اول ما اعمل تيبل اوف كونتنت بروح على حاجه اسمها اد تكست اضافه نص. ظهر عندي ثلاث مستويات اللي هو ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. يبقى ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. ليفل 1 اللي هو العناوين الرئيسيه، العنوان الرئيسي، يعني ادي الوورد هنا عنوان رئيسي. العنوان الرئيسي ده متفرع منه كذا عنوان تاني فيبقى عناوين فرعية. فباجي على كتابة النصوص وبختار حاجة اسمها اختار ليفل 2. اختار ليفل 2 اهو. ليه؟ لان ده عنوان فرعي، عنوان فرعي متدرج تحت العنوان الرئيسي ده، يعني جزء من العنوان الرئيسي. الأغلفة نفس الكلام. بعد كده أنا قلت إن تصميم البانر والإنفوجرافيك متفرعين من تصميم أغلفة، يعني هو هما متفرعين من العنوان الفرعي، فهم عنوان عناوين فرعية من العنوان الفرعي، عناوين فرعية من العنوان الفرعي. فبختار ليفل 3. بعد كده بروح على التيبل اوف كونتنت بختار التيبل جدول المحتويات اللي أنا عايزه. كل لحظات بس الناس. تمام. زي ما قلنا الفرق ما بين ليفل 1 و 2 و 3. ليفل 1 اللي هو العناوين الرئيسيه، العناوين الرئيسيه تمام. ليفل 2 هو العنوان الفرعي، عنوان فرعي من العنوان الرئيسي متفرع من العنوان الرئيسي. اما لو عنوان فرعي متفرع من العنوان الفرعي، مش العنوان الرئيسي، لا عنوان فرعي متفرع من عنوان فرعي، اختار ليفل 3. زي ما قلنا ممكن عن طريق قائمه هوم بختار هيدنج 1 اللي هو ليفل 1 وهيدنج 2 اللي هو ليفل 2. بعد كده بروح على تيبل اوف كونتنت وبختار جدول المحتويات اللي انا عايزه. لو عايز اعدل فيه زي ما انا عايز بعدله من القائمه. وزي ما قلنا بالنسبة للفوت نوت اللي هو لو جيت وقفت عند كلمة معينة زي دي مثلا واخترت الفوت نوت بيجيبها لي مع نهاية المستند او نهاية الصفحة قصدي. بكتب التعريف اللي انا عايزه، فدي مجرد تعريف للكلمة نفسها، مجرد تعريف للكلمة، مجرد تعريف للكلمة بتكون مع نهاية الصفحة، ده الفوت نوت. اما الاند نوت، الاند نوت دي نفس الكلام بالظبط، بس بدل مع نهاية الصفحة بتبقى مع نهاية المستند، بتبقى مع نهاية المستند، مع نهاية المستند. تمام. حلو. دي سريعا بالنسبة للي احنا شرحناه في التيبل اوف كونتنت والفوت نوت. تمام. بعد كده قلنا اللي هو السيتيشن والبيبلوجرافي. لو دوست انسرت سيتيشن ودوست على اد نيو سورس، من التايب اوف سورس بختار هنا المصدر نفسه بتاع السيتيشن او مصدر ريفرنس، بختار اللي انا عايزه. وهنا بكتب اسم المؤلف اللي هو الاسر، وهنا بكتب التايتل عنوان الكتاب، وهنا بكتب السنه بتاعه النشر الير، والسيتي بكتب المدينه اللي تم النشر فيها. لو انت وقفت على كل حاجه هتلاقيه كاتب لك مثال من تحت، كاتب لك مثال من تحت عنه اهو، كاتب لك مثال بس. والببلشر اللي هو الناشر، دار النشر اللي نشرت عندها الكتاب. ده بالنسبة للريفرنس. اما لو عايز اعمل بيبلوجرافي فالبيبلوجرافي مفصلة اكتر على الريفرنس، هي برضو نفس استعمال المراجع بس مفصلة اكتر اهو. مديك قائمة تانية ليها. هنا زي ما قلنا بالنسبة للماستر ليست اللي هو لو عايزها تفضل موجودة في كل مستند انت تفتحه بعد كده. اما الكرنت ليست معناه في المستند الحالي بس. هنا نوع الكتابه نفسها. هنا البيبلوجرافي زي ما قلنا هذه اشكال كثيره للبيبلوجرافي، اخترت حاجه زي كده اهو. شايفين الشكل اللي جابه لي بيجيب لي الاسم واسم الكتاب والمدينه ودار النشر وسنه النشر وهكذا.
برضو بالنسبة للمارك انتري والمارك سيتيشن نفس الكلام برضو، نفس بيديني نفس العلامات اهو. اكتب الانتري كروس ريفرنس، ده برضو جزء تاني يعني غير الريفرنس والبيبلوجرافي، يعني نوع ثالث بقعد اغير برضو فيه زي ما انا عايز، مش بستعمله اصلا. السيتيشن لو عايز اعمل سيتيشن اهو، هنا برضو احنا اتعلمنا هنعملها ازاي من هنا. لو عايز اعمل جدول خاص للاسر المؤلفين اهو، بختار انا عايزه بعمل جدول للمؤلفين. تمام، هنرجع لهم تاني بس. تمام، وده بالنسبة للكابشن اللي خاصة بالصورة. هناخد بس ريست 10 دقايق، هنصلي المغرب ونرجع نكمل. يعني ريست 10 دقايق، نصلي المغرب ونرجع نكمل. ناس رجعت كمل. تمام، هنكمل. تمام ماشي. تمام، دخلت على قائمة insert على pictures test device واخترت مثلا الصورة دي. تمام، اروح على قائمة ريفرنس. تمام خلاص انا ظبطتها كده اهو. insert shorts. تمام، انا درست هاي الصوره في المستند اللي عندي. تمام، هروح على حاجه اسمها كابشنز. تمام، من قائمه ريفرنس دوست عليها، ظهرت عندي القائمه دي. ايه هي القائمه دي؟ اول حاجه انت عايز تسمي الكابشن ايه، مثلا فيجر 1 عايز تسميه كمثال التغلب على المشكلات. الليبل اللي هو اصلا فيجر ولا تيبل ولا ايه بالظبط؟ لا هو فيجر. طب البوزيشن، المكان بتاعه عايز تخليه فين؟ عايز تخليه من فوق اللي هو سيلكتد ايتم، يعني فوق الصورة ولا تحت الصورة؟ خلي مثلا تحت الصورة. لو عايز اغير الليبل ده، في حاجه اسمها نيو ليبل، بدوس عليها وبكتب الليبل اللي انا عايز اغيره، يعني مثلا مهارات تواصل، دوست اوكي. فهو غير لي اللي هو الاسم الاول كان اسمه فيجر 1، حلو كده، غير لي اللي هو الليبل نفسه اللي هو الفيجر 1، خلاه لي مهارات التواصل 1. لو جيت دوست على الاوتو كابشن، ظهرت عندي حاجات تانية برضو من، بس الأوتو كابشن دي بستعملها من برامج تانية اهو. شايفين كل البرامج دي؟ فالفكرة نفسها انا عايز ادوس insert caption، انا عايز اعمل ليبل جديد اسميه تواصل فعال، تواصل فعال 1، دوست اوكي. فاهو التواصل فعال، التواصل الفعال، دوست اوكي فعمل لي التواصل اهو الفعال.
الليبل نفسه عمل لي ليبل جديد اسمه التواصل الفعال. البوزيشن عايز اخليه من تحت، رحت دوست اوكي، اهو ظهر لي من تحت. هغير بقى التنسيقات بتاعته من قائمة هوم عادي، اكبر شوية خليه احمر، ادي عمل لي كابشن من تحت. جيت مثلا من قائمة insert pictures test device، اخترت مثلا صورة تانية، صورة تانية زي دي، الصورة مثلا من قائمة reference insert caption، اخليها التواصل فعال اتنين اهي، دست اوكي. حلو كده ماشي. في حد رافع ايده؟ في حد هيسأل؟ من فورمات انتر العب في التنسيق زي ما انا عايز برضو. طيب اللي رافع ايده اتفضل يسأل، افتح المايك ويسأل او يسيب رسالة. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه حضرتك، اتفضل. ايوه حضرتك، معاك احمد اشرف من اسكندريه، من ذوي الاحتياجات الخاصه. على مسامح حضرتك. اهلا وسهلا حضرتك. كنت عايز استفسر حضرتك. يعني انا كل شغلي يعني وورد واكسل. حضرتك يعني انا يعني انا اغلب شغلي وورد واكسل. انا عايز اعرف بس حاجة، يعني انا في انا عندي يعني احتمال يكون عندي انترفيو قريب كده في بنك حضرتك. تمام، كويس خالص. ها، كنت عايز اعرف بس حضرتك، يعني طبيعي، يعني ايه اللي ممكن اقابله في في الانترفيو، يعني في يعني الانترفيو ده لذوي الهمم المميزة في بنك سي اي بي، في بنك سي اي بي. يعني انا كنت عايز اعرف ايه اللي ممكن تمام. اقابله في الاوفيس، في الوورد والاكسل، في الانترفيو. يعني ايه المعلومات اللي انا ممكن الاسئله اللي انا ممكن اقابلها قدامي؟ تمام، وصل لي سؤالك. سألت الانترفيو بتاع اوفيس سواء الوورد الباور الاكسل. هقول لك الاسئله كلها ان شاء الله، يعني ممكن كده اخر المحاضره لو هتكمل معانا لاخر المحاضره. الاكسل والوورد. تمام، حاضر. في اي سؤال تاني؟ لا تفضل. تمام، حاضر. هقول لك كل الاسئله اللي انت محتاجها في الانترفيو. بس زي ما قلت لك، ممكن ان شاء الله باذن الله اخر المحاضره نخلص الشرح واقول لك كل الاسئله، يا اما مثلا تتواصل معايا على الواتساب وهتناقش معاك في كل الاسئله اللي ممكن تيجي لك في الانترفيو. طب لا طب رقم حضرتك ما. ايوه ده الرقم بتاعي 04 وحايد 3 3 8 4 1 6 بلس 020، ده لو حد من بره يعني رمز الدولة بتاع مصر.
تمام، هعيد الشرح تاني. حاضر. اه فترى انت حضرتك من مصر ولا من فين؟ انا من اسكندريه حضرتك. اه من مصر، اسكندريه. في اسكندريه، اسكندريه. اعتذر. اه الرقم بتاع الواتساب بتاعي ممكن تتواصل معايا في اي وقت، وان شاء الله انا هقدر افيدك بكل اسئله الانترفيو، سواء الوورد سواء الاكسل. الاثنين يعني، انا عايز وورد واكسل عشان تمام ده اللي انا ممكن يعني هقابلهم في الانترفيو، تمام حاضر، مفيش مشكلة. هقابلهم. طب ممكن بس تخليها على الشاشة بس عبال ما انقلها بس حضرتك. تمام مفيش مشكلة، اللي رايح. اه ثانية واحدة، تمام ثانية واحدة حضرتك. تمام ممكن ورقة وقلم، ورقة وقلم. ثانية واحدة حتى، تمام ثانية واحدة. مفيش مشكلة. ثانية بس. زيرو أربعة وحيد. 33. 8 4 16. حضرتك اسمك ايه حضرتك؟ محمد رمضان. محمد رمضان. ماشي حضرتك، ان شاء هتواصل مع حضرتك او هكلم حضرتك يعني بعد المحاضرة. تمام مفيش مشكلة، في أي وقت حابب تكلمني كلمني، في أي وقت معاك، في أي وقت إن شاء الله. ماشي حضرتك، تفضل تمام. كمل، تفضل كمل حضرتك. أشكرك أستاذة أسماء، أو باسم أسماء، أستاذ أحمد معك، وأشكرك أستاذ أحمد، ومعتذر للناس على المقاطعة. معلش لا لا ولا معلش يهمك، لا 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 ولا يهمك، ولا يهمك. فتواصل معايا في أي وقت إن شاء الله، أنا مش هتأخر عليك يعني. تمام. نكمل زي ما قلنا، احنا عملنا بالنسبة للكابشن، اخترنا هنا دوسنا على انسرت كابشن، وكتبنا في الكابشن كتبنا الاسم اللي احنا عايزين يظهر معانا. لو عايز اعمل ليبل جديد، بدوس نيو ليبل وبكتب الليبل اللي انا عايزه. تمام. بعد ما ظهر معايا ادي التواصل الفعال، وعملت نفس الكلام هنا في التواصل برضو الفعال رقم 2. في حاجه اسمها انسيرت تيبل اوف فيجر، نفس التيبل اوف كونتنت بس المره دي تيبل اوف فيجر، دوست عليها فادي ظهر لي، ظهر معايا، ظهر معايا نفس اللي كان ظاهر معايا في التيبل اوف كونتنت. دوست مثلا اوكي، فادي عمل لي، ادرج لي التيبل اوف فيجر، بيقول لي التواصل الفعال في صفحه رقم 1، التواصل الفعال في 2 في الصفحه رقم 2، نفس اللي بيعمل كان عامله في التيبل اوف كونتنت. الكروس ريفرنس دي حاجه برضو نفس المراجع اللي عندنا، نفس الريفرنس، انا مش هتفيدني في حاجه مش هستعملها يعني. لو اخترت مثلا هنا الفوت نوت مثلا، دوست هنا البيج نمبر، الريفرنس تايب، نوع الريفرنس، المرجع، وهكذا برضو نفس الكلام ده كله. لو ايه، لو عندي مرجع وحابب اعدل فيه، فالكروس ريفرنس برضو نفس الكلام في السيتيشن، نفس الكلام اللي قلناه في السيتيشن. الاندكس والتيبل اوف اوثرز برضو نفس السيتيشن. انا طالما فهمت السيتيشن هفهم ده عايز منه ايه. هو يعني مستعملهاش كتير، بس هنستعملها ان شاء الله لما نيجي نكتب تقرير فني. في حاجه في قائمه ريفرنس مش مفهومه، في حاجة في قائمة ريفرنس مش مفهومة. على فكرة القائمة دي الناس تركز عليها، عشان هناخدها تاني، هناخدها تاني إن شاء الله في السيشن اللي قلنا هناخد فيه التقارير الفنية. هناخد التقارير الفنية بكل حاجة تشملها، هناخد التقارير الفنية بكل حاجة تشملها. هنرجع تاني للتابة دي. اللي عنده سؤال لحد الآن في تاب ريفرنس، يقول اللي هو الفهرس، جدول المحتويات، وتاني حاجة اللي هو الفوت نوت والاند نوت، والحاجة التالتة اللي هو السيتيشن اللي هو الريفرنسز والبيبلوجرافي والكابشن. تمام. دي أهم حاجات في الريفرنس، والحاجات اللي أنا بستعملها دائما زي ما قلنا المارك انتري والمارك سيتيشن،
برضه نفس اللي هو السيتيشن بتاعت السيتيشن بس بمظهر تاني او شكل تاني. طيب الناس سمعاني؟ الصوت واصل للناس؟ صوتي واصل للناس؟ تمام ماشي. هدوس على السيتيشن واختار اد نيو سورس. ظهرت معايا القائمة دي في حاجة اسمها التايب اوف سورس، نوع المصدر واللانجوج اللي هو اللغة. نوع المصدر هشوف انا المصدر اللي عايز اعمل له ريفرنس، المرجع، كتاب ولا صحيفة ولا ريبورت ولا ارت ولا مصدر كهربائي ولا ايه بالظبط. بختار من هنا مثلا، اخترت بوك، وكل ما بختار مصدر بيفتح لي التابات الخاصة بيه. هنا اللانجوج اللي هي الديفولت عندي اللغة العربية والإنجليزية، يعني كل الكتابة تكون بالعربي ولا كلها بالإنجليزي ولا خليها ديفولت، يعني حسب ما أنا بكتب. لو كتبت بالعربي يكتب لي عربي، ولو كتبت بالإنجليزي يكتب لي إنجليزي. الأسر هنا بكتب اسم المؤلف بتاع الكتاب، اسم مؤلف الكتاب، اسم المؤلف. وقلنا هنا إيديت اللي هو بختار اللاست نيم والفيرست نيم والميدل نيم. هنا التايتل هو عنوان الكتاب، لو بصيت هتلاقيه من تحت خالص عامل لك اكزامبل. هنا في الاسر عامل لك اكزامبل على الاسر، الير عامل لك اكزامبل، السيتي عامل لك اكزامبل، الببلشر عامل لك اكزامبل. هنا الاسر اللي هو المؤلف، التايتل هو عنوان الكتاب نفسه، الير هو سنه النشر بتاعت الكتاب، السيتي هو مدينه النشر انا نشرت الكتاب فين، والببلشر اللي هو دار النشر، مين الدار اللي هي ساعدك في النشر. التاج نيم ده يعني بيعمل لك في الاخر خالص بعد ما بتخلص كل الكتابات دي بيعمل لك تاج نيم او زي كود خاص بالريفرنس اللي انت كتبته. استاذ اماني او باشمهندس اماني جاد اتفضلي. بعد اذن حضرتك، الجزء بتاع الكابشن تمام. كان ليه في سؤالين. اول حاجه حضرتك لما عملت الكابشن على الصوره اللي موجوده كتب لي كتب الارقام بالانجليش والكلام مكتوب بالعربي. انا عندي نفس المشكله، مع ان في بقيه الفايل يعني في صوره واحده بس هي اللي حصل فيها كده، وبقيه الفايل يعني الانجليش انجليش التو بالانجليش يعني والواحد بالعربي زي ما هي. فانا مش عارفه وبحاول اكتبها بالانجليش تاني مش نافع. دي تمام. الجزء الثاني بالنسبه ان انا لما باجي احرك الصوره من مكانها الكابشن ما بيتحركش معاه، يعني مش بيتحركوا مع بعض. هل في حاجه جوه البرنامج بتخلي الاثنين لما يتحركوا مع بعض؟ تمام، وصل لي السؤالين وهجاوب عليهم حالا دلوقتي. كمل بس شرح السيتيشن الاول. بس فزي ما قلنا هنا التايتل والير والسيتي والببلشر. هنا لو عايز اعمل بيبلوجرافي بعلم علامة صح على الشو اول بيبلوجرافي، فهتظهر لي خانات تانية معايا. تمام. المان السورس زي ما قلنا ظهرت عندي حاجة اسمها السورس افيلبل ان والكرنت ليست. السورس معناها دي الحاجات دي موجودة عندي في ايه، هلاقيها موجودة عندي في اي مستند وورد انا افتحه. اما الكرنت ليست معناها ان انا عايزه في المستند ده بس، عايز اوديه في المصدر ادوس على قبل، عايز اشيله ادوس ديليت، عملت ده ودوست كوبي. لو عايز اعمل له ايديت بدوس ايديت اهو، وبكتب اغير في زي ما انا عايز. لو عايز اعمل مصدر جديد من نيو، لو بصيت تحت عامل لي سيتيشن وبيبلوجراف. سيتيشن اللي هو الريفرنس كاتب لك مثلا الاسم والسنه، اما البيبلوجرافي كاتب لك ايه الاسم واسم الكتاب، اسم المؤلف واسم الكتاب، وكاتب لك دار النشر ومدينه النشر وسنه النشر، مفصل لك بالتفصيل الريفرنس او المرجع. دي اشكال مختلفه للريفرنس. تمام. بالنسبه السؤالين اللي كانوا في الكابشن، تمام،
انا مثلا اهو هشيل ده واروح دوس انسيرت كابشن، لو دوست نيو ليبل كتبت التواصل الفعال، دوست انتر الرقم نفسه مكتوب لي في الانجليزي. هنا لو عايز ارقام 1 2 3 ولا الف ت ولا اي بي سي وهكذا، وهنا انكلود شابتر ستارت الهيدنج واليوز، ده لو عايز استخدم النقاط دي مثلا اهو دوست عليها اوكي ادعم الهالي تمام. لو عايز احذف الليول دوست ديليت، الاوتو كابشن قلنا حاجات اوامر زياده تمام. انا عايز الرقم ده مثلا يكون بالعربي، بس توضيحي واحد دوست اوكي فظهر معايا بالانجليزي برضو، دوست اوكي تاني تمام. كبر مثلا اهو كبرت تمام. هتروحي على تاب فايل ونختار اوبشن، ونختار بعد كده حاجه اسمها ادفانسد. ادفانسد هننزل لتحت لحاجه اسمها النومرال، نتاكد ان النومرال عندنا كونتكست، نتاكد ان النومرال كونتكست علشان يكتب كل الرقم يكتبه لي على اساس لغه الكتابه اللي عندي، يعني كتبت بالانجليزي يكتب لي الرقم بالانجليزي، كتبت بالعربي يكتب لي الرقم بالعربي. ادوس اوكي بعد كده واروح هتلاقيه اهو كتب لي بالعربي. جيت مثلا كتبت حاجه بالانجليزي زي كده بوك، دوست واحد فكتب لي الرقم بالانجليزي. جيت انا مثلا حركت الصورة حركت behind the text، طيب مثلا اهو عايز احرك مثلا دي معاها. هو المشكلة في التحريك، انت حتى لو جينا دوسنا كنترول واخترنا اخترنا اللي تحت ده واخترنا الصورة حاولنا نحرك هتلاقيه مش بيتحرك معاكي. فهو في التحريك انا بحرك كل حاجة لوحدها، بحرك الصورة لوحدها وجزء الكابشن بحركه لوحده، بس مفيش وسيلة احرك بيها الاتنين مع بعض، مفيش وسيلة احرك بيها الاتنين مع بعض. حاولي تجربي مثلا كنترول تدوس على الصورة بعد كده دوس كنترول تدوس على الشكل من تحت، أو حددي الشكل من تحت تدوس عليه بعد كده دوس كنترول واختاري الصورة. بس هو أنا بحرك الصورة لوحدها أهو شايفين، خليها مثلا behind the text. دي هخليها برضو behind تمام. اعمل citation رسم توضيحي واحد اهو،
انا وقفت اهو، وقفت من بره كده عليه، دوست كنترول ورحت اخترت الصوره، حركي كده اهو، تجي بيتحرك معاكي. بس لازم الاول يكون الوسيله الوحيده اللي تخليك تحركي الاثنين مع بعض، الوسيله الوحيده، خلي بالك من الوسيله الوحيده، لازم يكون ظاهر لي مربع نص زي كده، لازم يكون ظاهر معايا مربع نص، لازم يكون ظاهر معايا مربع نص، احدده وادوس عليه كده وادوس كنترول واختار الشكل اهو، حرك زي ما انا عايز. انا خدت نسخه من الشكل اهو، حرك، شايفين اللي بيظهر معايا اهو. حتى كمان لما باجي اخد نسخه، حتى كمان لما اجي احرك الشكل مش بيحرك لي الشكل كله، بحركه لي كنسخه، بحرك لي الشكل كنسخه. تمام، دي اجابه سؤالك. السؤال الثاني اجابته زي ما قلنا، اللي هو اللغه بتاعت الكلام، لغه الكلام، لغه الكتابه بتاعت الكلام نفسه، نتاكد مني. تمام، في سؤال في قائمه ريفرنس، في سؤال في قائمه ريفرنس، وكان المفروض ندخل على ميلينج النهارده، بس هو الميلينج طويله، فاحنا خلينا مثلا هنشرح لحد ما نقدر فيها. تمام، مثلا انا عندي زي ظرف زي كده، او عندي مثلا مسج او خطاب عايز ابعته مثلا، حاجه زي كده، الى الاستاذ: نظرا لمجهوداتكم العظيمه داخل المدرسه، قررت الشركة منح حضراتكم مبلغ وقدره أيا كان المبلغ. تمام، تقديرا لمجهوداتكم الملموسة مع الطلاب داخل المدرسة، مع تمنياتنا بالتوفيق. دلوقتي بدل أنا مثلا عندي حوالي 10 أشخاص عايز أبعت لهم ظرف، أو عايز أبعت لهم مسج، أو عايز أبعت لهم زي رسالة نصية، أروح لكل واحد ابعت لي، وبعد كده اروح اكتب برضو تاني اسمه، واروح للتالت واكتب اسمه، والرابع واكتب اسمه، والخامس واكتب اسمه، انا كده هطول. فبعمل ايه؟ بروح على حاجه اسمها سيلكت ريسبند. ايه سيلكت؟ ظهر عندي ثلاث قوائم. اول حاجه طيب انيو ليست، لو عايز اعمل قائمه جديده، لو عايز اعمل قائمه جديده، هنا يوز ان اكزيستنج ليست، لو انا اصلا عندي قائمه، عندي قائمه موجوده جاهزه. وهنا تشوز فروم اوتلوك كونتاكت، ده لازم تكون متصل بالانترنت وتجيبه من خلال جهات الاتصال بتاعه الاوتلوك. فانا هختار مثلا يوز ان اكزيستنج ليست، لو دوست عليها معناها بقول ان انا عندي قائمه اصلا. لو دوست على الديسكتوب اختار الليست، دوست اوكي okay. تمام، فكده ظهرت عندي القائمة من select، وقلت use an exist. ففي تابات كانت مقفولة وظهرت معايا، في تابات كانت مقفولة وظهرت معايا. أنا واقف هنا، هروح على حاجة اسمها insert merge field، ظهرت عندي حاجتين، المكافأة والاسم، المكافأة والاسم. هقول له لا، أنا إلى الأستاذ أنا عايز مكانها الاسم، حلو كده. وهنا بالنسبه للمبلغ وقدره، عايز من انسرت فيلد اختار المكافاه. لو جيت هنا مثلا واخترت بريفيو ريزلت، فكده هو بيظهر لي النتائج. رقم واحد عندي محمد رمضان محمود، والمكافاه بتاعته 1000 جنيه. دوست رقم اثنين احمد جمال توفيق 900 جنيه. ثلاثة محمد صلاح احمد 800، عبير محمد محمود 700، اي عبد الله توفيق 600، وهكذا اخرنا خمسه. لو عايزه هنا يروح لي على اخر اسم، هو اصلا واقف على اخر اسم. هنا لو عايزه يروح لي على اول اسم اهو، وهنا اخر اسم. الفايند ريسبنت لو بدور على اسم معين، فايند دوت مثلا محمد رمضان محمود، دوست فايند فيرست،
يس فهو وجد لي فايند فيرست، قال لي وي ار يس يس كلوز تشيك يور ايرور. لو عايز لا عايز افحص لي حقل الاسم، بدور على حاجه اسمه محمد رمضان محمود، لازم اكون مختار حقل الاسم. دوست فايند فيرست دوست يس، فكده هو وصل لي الاسم اللي اسمه محمد رمضان محمود. هنا هايلايت ميرج فيلد، لو عايز يعمل لي يسلط لي الضوء على الجزء اللي انا عامله. ادريس بلوك برضو نفس الكلام. الجريتنج لاين لو عايز اعمل تحيه مثلا دير عزيزي او تو مستر كذا مثلا دير مستر راندل او اشوف انا عايز اكتب مين دير مستر ايا كان اهو دي التحيه اللي بكتبها مثلا دير محمد ظهر لي في البريفيو اللي تحت. هنا لو عايز بعد دير محمد يظهر لي ايه فاصله زي كده ولا نقطتين دوست نقطتين لو دوست اوكي شايفين اللي ظهر ليا. لا انا هرجع تاني اعيدها تاني، ما هي فاضيه لان انت مش كاتب حاجه فيها او انت مش عامل حاجه. انا هرجع تاني دوست دونت سيف، دخلت عليها. لو رحت على الميلينج القائمه كلها مغلقه، القائمه كلها مقفوله اهي، القائمه كلها مقفوله مفيش غير اللي هو سيلكت ريسبنت بس هي اللي معموله هي المتفعله. بيقول لي ايه؟ جايب لي ثلاث اختيارات، اول اختيار اللي هو طيب انيو ليست لو عايز لسته جديده، ولا يوز ان اكزيستنج ليست لو عايز تمام. هفتح الملف ماشي حاضر. هختار اول حاجه سيلكت ريسبنت، ظهر عندي قائمه. اول حاجه التايب انيو ليست لو عايز اعمل هنا لسته جديده فبدوس عليها مثلا هتظهر لي القائمه دي. معنى كده ان انا مثلا اكتب هنا العنوان اهو، اكتب هنا الفيرست نيم واللاست نيم والكومباني، شوف اللي انا عايزه. لو عايز انا كده خلصت من نيو وعايز اروح اكتب الاسم الثاني ادوس نيو انتر، فكده بدخل لي الاسم الثاني هنا اهو. برضه هنا فايند لو بدور على اسم معين عايز تدور عليه في كل الحقول ولا في الحقل ده بس؟ لا في كل الحقول. الديليت انتري لو عايز تحذف الانتري اللي انت عملته دوس يس. كاستمايز كولوم اللي انت لو عايز تعمل ترتيب ترتيب للكولوم اللي عندك، يعني مثلا عايز تجيب الكومباني نيم تخليه في الاول يبقى ايه تدوس موف اب موف اب اهو. عايز تخلي التايتل خليه بعد اللاست نيم ادوس موف داون اهو، دوست اوكي شايفين اتغير اهو، فده اتغير معايا. مثلا انا عايز اشيل اللي هو عايز مثلا الزت اي بي كود عايز اعمل له ديليت، بدوس ديليت من هنا وبحذفه. اعاده تسميه من هنا رينيم وبعمل اعاده تسميه ليه. الاد انت عايز تضيف ده الكود عايز تضيفه الحقل ايه من هنا ادي نوع طيب اسم ولك طيب انيم فور يور فيلد نوع الاسم اللي هو انت عايز تضيف فيه. يعني مثلا انا لو دوست لو قلت فيرست نيم دوست اوكي فبيقول لي تيل اوريدي هاز ا فيلد ويز ذيس نيم، يعني هو انت بالفعل الحقل عندك ده. انت لو عايز تضيف حقل جديد عايز تضيف حقل جديد مثلا عايز تسميه اسم كمثال مثلا الكانتري، بس الكانتري عندنا كمثال مثلا البروجرام ده حقل جديد انت هتضيفه دوست اوكي فتضاف معايا حقل جديد. اضاف معايا حقل جديد عايز احذفه من ديليت يس. قلنا لو عايز اعمل له اعاده تسميه من رينيم، لو عايز احركه لفوق من موف اب، لو عايز احركه لتحت من موف داون. تمام فبكتب من هنا اد الفيرست نيم واللاست نيم والتايتل، مش لازم اكتب كل ده بكتب اللي انا عايزه. ده لو عايز اعمل ليست من داخل برنامج الوورد، لكن لو عندي ليست اصلا عاملها قبل كده هقول يوز ان اكزيستنج ليست. الليست اللي انا عندي رحت مثلا
تحتها اهو، ورحت عملت تيبل، عملت فيه خانة اسمها الاسم وخانة اسمها المكافأة. كتبت الاسم المكافأة، الاسم المكافأة. لو عايز اضيف خانة تالتة بضيف خانة تالتة عادي، واضيف خانة رابعة وخمسة وهكذا على حسب ما انا عايز اعمل. تمام، دي اللي انا هربط بيها. واروح على حاجة اسمها select recipient. احنا قلنا الاختيار الثالث ده اللي هو choose from outlook contact من جهات اتصال الاوتلوك لو عندي اتصال انترنت، وانا اختار use an existing list. هدور على الليست اللي انا عاملها، عاملها فين مثلا؟ هنا اهو دوست اوبن. حلو كده، بعدي ظهرت معايا، هي فتح لي تابات تانية، في تابات تانية كانت مقفولة اتفتحت معايا. فرضا انا هنا بقول لي الى الاستاذ، فبدوس اروح على حاجة اسمها insert mail field، اقول له انا عايز احط هنا مثلا الاسم. عايز احط الاسم اهو. طيب وهنا عايز احط ايه؟ هنا عايز احط المكافأة من insert mail field، اختار المكافأة. تمام، هروح على حاجة اسمها preview result اللي هو preview result اللي هو عرض النتائج، دوست عليها فكده ظهر معايا اول اسم انا عايز اطبعه، فبديله امر الطبع مثلا كنترول بي واطبعه عادي او ارسله. او لو دوست هنا فينش ميرج هيظهر لك القائمه بيقول لك برنت دوكمنت لو عايز تطبع المستند. لا انا عايز الاسم الثاني، شايفين السهم ده اللي هو نيكست ريكورد، بدوس عليه ظهر معايا الاسم الثاني. دوست ثلاثه الاسم الثالث الرابع اهو والخامس وهكذا. ايوه بالظبط، الملف الثاني جدول من عمودين، الاسم المكافأة. بس انت لو عايز تزود بتزود عادي، انت على حسب ما انت عايز تزود، على حسب ما انت عايز تزود. تمام، لو بتدور على اسم معين مش لاقيه من فايندرز بنت، تكتب الاسم اللي بتدور عليه وتاكد ان انت بتدور في الحقل المناسب. تشيك فور ايرور، تعمل فحص لو في اخطاء عندك. لا انت مش هتربطه بالاكسل، انا هربطه باللي هو الملف اللي انا عامله. ممكن اربطه عادي بالاكسل يعني مفيش مشكله. تمام، عن طريق برضو انت تعمل قائمه تاني من بره. تمام، دلوقتي انا مثلا خلصت كل حاجه، فبدوس على حاجه اسمها edit recipient list، ادي ظهر عندي الليست، في ليست ظهرت عندي. هقول له والله انا عايزك تظهر لي كل الاسماء دي ما عدا محمد صلاح، عايز اشيله، اشيل علامه الصح وهشيل عبير. بص كده مديني اللي هو لو دوست على السهم ده مديني اللي هو الارقام، لو دوست على الاسم بيديني الاسماء اللي عندي. دوست اوكي، لو جيت ادي 4 3 ادي جاب لي رقم 1 آية، رقم 4 احمد جمال، رقم 5 محمد رمضان. امال الباقي راح فين؟ 2 راح فين؟ و3 راح فين؟ ما انا شلتهم اصلا من ايديت، شلت علامة الصح مني. هنا صورت لو عايز اعمل له ترتيب، هنا فلتر لو عايز اعمل تصفية. تمام، هنا الفاين دوبليكيت لو في حاجة متكررة، هو بيقول هنا مفيش حاجة متكررة عندي. هنا الفاين ريسبنت لو بتدور على اسم معين، هنا الفلتيت ادريس لو في عنوان متاح. تمام، فهنا هنا رجع عندي الاسماء تاني، ادي من 1 لـ5. هنا زي ما قلنا لو عايزين اسلط الضوء على الحاجات اللي انا عامل لها ميرج فيلد، هنا برضو نفس الكلام تبعها برضو اهو. لو عايز اعمل تحية برضو من جريتنج لاين برضو تحية، ادير مثلا عزيزي ولا تو مثلا الى وهكذا، بكتب هنا التحية اللي انا عايزها وهنا الفصلة وهكذا، بيظهر لي هنا في البريفيو التحية اللي انت كاتبها. تمام، دي الماتش فيلد لو انت عندك حلول تاني وعايز تعمل لها
توصل مثلا بالاسم وهكذا يعني. اهو مش عايز لها ماتش. قلنا الرول برضو نفس الكلام، الماتش فيلد برضو نفس اللي احنا فتحناها دلوقتي. تمام، فرضا انا خلصت وعايز اظهر النتائج وعايز اطبعها، ادوس على فينش وميرج، اختار حاجه اسمها برينت دوكمنت. فانا بيقول لي اول، ولا عايز كرنت ريكورد، ولا عايز تطبع اللي انت واقف عنده دلوقتي بس، ولا عايز تطبع مثلا من الاسم رقم 2 مثلا للاسم رقم 4. هتدوس اوكي، هيطبع لك من الاسم رقم 2 و3 و4. هقول له لا، انا عايزك تطبع له كله برينت. دوست اول، هدوس اوكي، هيطبع لي كل اللي انا عملته. هنا الاول 2 اللي هو الكرييت ده، اللي هو الاظرف، لو عايز ابعت ظرف ده اللي هو شكل الظرف من تحت، السايز اللي هو الحجم نفسه من هنا اهو، الفونت الخط، ولو دوست اوكي فاداني شكل الظرف اهو. الليبل برضو نفس الكلام بس شكل مختلف عنه شوية، يعتبر زيه الاتنين واحد يعني، مفهمش اي مشكلة. شكل الظرف، شكل الاظرف. الستارت ميل لو عايز بيديك اشكال تاني، اول حاجة عايز تبعت كليتر كخطاب، ولا عايز تبعت كايميل مسج كرسالة ايميل زي كده اهو، ولا عايز تبعت كظرف، بيديني القائمة بتاعت الاظرف، ولا عايز تبعت كليبل اهو. الليبل برضو الظرف بيديك هو ناحية اليمين، الليبل انفورميشن مديك الطيب ومديك الهايت الارتفاع والويتس العرض والبيبر سايز حجم الورقة. برضو في حاجات تانية من هنا زي مثلا لو نورمال وورد، الورد الطبيعي اللي هو ستيب باي ستيب ميل ميرج ده، برضو مديك برضو اللي هو الليبل وايه اللي هو كخطاب ولا كايميل ولا كأظرف. تمام، ده لو عايز ابعت كايميل مثلا، وادوس على ستارت ميرج واختار ستيب باي ستيب ميل ميرج. وصلت لحد تشينج، ماشي، ادوس على نيكست. اكتب هنا مثلا انا الليبل فاوندر، عايز نوع الليبل نفسه، هنا الحجم بتاع الورقة، ودوست اوكي ودوست اوكي، فظهرت لي كايه كمظهر تاني. ابتدي بقى اكتب اللي انا عايزه في الميل. هنا ابديت ليبل لو عايز اعمل تحديث للليبل اللي عندي اهو، نيجي ريكورد. هو دي باختصار قائمة الميل، بس استعملها كتير لما باجي اعمل شهادات تقدير، عايز اعمل كذا شهادة في نفس ذات اللحظة، فانا بعمل ليست بالاسماء اللي عندي، وبقعد اغير زي ما انا عايز، بغير زي ما انا عايز. تمام، لحد الان في مشكلة في تاب ريفرنس والميلينج؟ في مشكلة في التابات دي؟ على فكرة في اوامر كتيرة بتكون موجودة، احنا شرحنا كل الاوامر، ما سيبناش امر في البرنامج ما شرحناهوش. في اوامر كتيرة اساسا محطوطة كزيادة مش اكتر ولا اقل. تمام، احنا بس فاضل لنا ربع ساعه نخلص يوم الريفيو. البيو هم ما نفهمش حاجه اصلا. بس قبل ما اكمل، في حاجه في الريفرنس بخص عليك برضه، قال لك لا انت لازم تحب احنا قلنا اللي هو الفولبس اللي هو الظرف، لو عايز ابعت ظرف لو دوست عليه فظهر عندي قائمة زي كده، بيقول لي حجم الظرف، الحجم نفسه، الحجم المناسب، الدليفري ادريس، الفونت اللي هو عدد الخطوط اللي عندي، نوع الخط، حجم الخط. تمام، بتختار برضو اهو، لو دوست مثلا اوكي، هنا الفروم ليفت، انت عايز الكلام نفسه يكون من ناحية اليسار بقد ايه؟ طب من فوق قد ايه مثلا؟ اهو اهو شايف المسافات اللي بتظهر في الريفيو تحت. تمام، ده بالنسبه للدليفري ادريس، العنوان نفسه. اما بالنسبه للريتيرن ادريس، لو دوست عليه اهو، العنوان الفوق اللي من فوق خالص ده الصغير، عايزه مسافه قد ايه؟
برضه فروم توب بنفس الكلام، من فوق قد ايه اهو تقعد تلعب فيه زي ما انت عايز. لو دوست اوكي فهو ظهر لك كظرف، ظهر لك كظرف، انت بتنسق الظرف على حسب ما انت عايزه. تمام، الليبل نفس الكلام ظرف، بس مع اختلاف برضو بعض حاجات. لو دوست عليه برضو نفس حاجات. ستارت ميل ميرج بيديك خيارات تانية، اللي هو ايميل مسج كرسالة ايميل اهو. تمام، لا انا مثلا عايزه كليتر عادي، فبدولك كليتر عادي. لما نيجي نخلص الوورد ونبتدي نعمل او نطبق على برنامج الوورد كل اللي خدناه، هنتعلم ازاي نرسل ايميل عن طريق البرنامج نفسه، ازاي نرسل ايميل في التطبيق بعد ما ناخده. بالنسبة لقائمة ريفرنس والميلينج، فيها اي استفسار؟ الريفرنسز والميلينج فيها اي استفسار؟ هكمل. ما انت لما تيجي تخليها، جينا مثلا انا عايز اخليها كظرف اهو، كظرف دوست اوكي، هذه ظهرت عندي الدليفري ادريس، العنوان نفسه بتاع الدليفري. عايز تكتب في العنوان الادريس، الدليفري ادريس اللي هو اللي من تحت ده، كلام كتير انت تكتبه، عايز تكتب ايه بالظبط من هنا. طيب في الريتيرن ادريس اللي هو العنوان اللي من فوق الفرعي او العنوان الصغير، اكتب فيه اللي انا عايزه. بعد كده بدوس على برنت، عرض الصفحة نفسها بتاعت الطباعة هتكون ظاهرة لي كظرف، تكون ظاهرة لي كظرف. تمام، أستاذة باشمهندسة أسماء اتفضلي. مع حضرتك اتفضلي. مهندسة أسماء كنت تسألي حاجة بخصوص تاسك 5، اتفضل. طيب كمل أنا لحد ما مهندسة أسماء ترد علينا. بعد كده في لو سمحت يا باشمهندس، اتفضل. أنا عشان أعمل ظرف بحط في الطبعة ورقة عادية وبعد كده بتطبق تبقى ظرف، ولا بحط ظرف في الطبعة، ولا يعني الإجراء إيه اللي بيتم في لا انت بتحط ورقة عادية اللي هو الاي 4، الورقة بتاعت اي طبعة مثلا اللي احنا شغالين عليه، هو نفسه طريقة العرض نفسه بتاعت الظرف، طريقة عرض الكتابة اللي داخل الورقة يكون جاي لك ازاي، يكون جاي لك بالشكل ده، شكل الظرف قدامك. هتلاقي فيه زيادات كتيرة فاضية في الظرف، انت ممكن عادي تقصها، بس انت مش هتحط ورقة ظرف، انت مش هتحط ورقة ظرف، انت هتحط الورقة العادية بتاعت الطباعة، ومجرد ان هو المظهر الخارجي او الشكل نفسه هيعمله لك كظرف، الشكل نفسه هيعمله لك كظرف. يعني مثال مثلا في الدليفري ادريس مثلا الى سيد محترم اتشرف بدعوة سيادتكم لحضور مؤتمر قادة سويسرا بسوريا، ولكم منا جزيل الشكر. أما في الريتيرن ادريس هختار مثلا اكتب الشركة الحكومية الاستيراد، رحت دوست مثلا على انا خلصت خلاص، لو دوست على برنت المايك
انا هنا علشان خاطر مش معايا طبعة ومش موصل طبعة بالجهاز اللي عندي، تمام؟ فمش ظهرت معايا. لو موصل طبعة ودوست عليها ودوست على برينت، هتظهر معايا اعدادات الطباعة، المفروض تظهر معايا اعدادات الطباعة، بس انا مش موصل طبعة. الفكرة نفسها انت مش هتحط ظرف، انت هتحط الورقة العادية اللي هي الـ A4.